المنا بيبدأ في الثمانينيات في الوقت اللي بيتحد فيه الكوبيين والروس مع بعض وبيشكلوا الاتحاد السوفيتي وبيقرروا انهم يسيطروا على العالم كله، وبعد ما بيستولوا على دول اوروبا بيبقى فاضل قدامهم انجلترا واللي بتكون صعبة الاختراق بسبب الموانع الطبيعية اللي حواليها، لكن بيبقى من المتوقع انها تسقط هي كمان قريب، وما بيقدرش اي حد يقف قدام قوة الاتحاد السوفيتي والكوبيين، وبيسيطروا على معظم الولايات المتحدة ولحد نهر المسيسيبي، وبعدها بيوصلوا لغرب امريكا الشمالية وبيكملوا خطتهم في الاستيلاء على امريكا كلها. وفي مدينة كالبوت في غرب امريكا الشماليه بيظهر الشاب جيد وهو بيوصل اخوه مات للمدرسه الثانوي، وفي حصه التاريخ بيلاحظ المدرس عدد كبير من المظلات العسكريه في الجو، وبتنزل المظلات المحمله بالجنود قدام المدرسه بالظبط، وبيظهر انهم اجانب، فبيستغرب مدرس التاريخ وجود الجنود داخل المدينه واللي بتكون على مسافه بعيده عن معسكراتهم، وبيخرج بكل شجاعه عشان ينبههم انهم في مدرسه، لكن الجنود بيرفعوا عليه السلاح وبيقتلوه بدون تردد، وبعدها بيضرب الجنود المدرسه بالبنادق والمدافع وبيهرب مات واصحابه روبرت وادريال وارتورو بسرعه المدرسة، وبيدوروا على اي عربية ممكن يركبها ويهربوا بيها، لكن بيلاحظهم الجنود وبيدمروا عربيتهم، فبيهربوا بسرعة بره المدرسة وبيجروا باقصى سرعتهم، وفجأة بيشوفوا جيد قدامهم وهو راكب عربيته وبيطلب منهم يركبوا معاه، وبيمشي بسرعة جنونية في شوارع المدينة المليانة بالجنود، وبيلفتوا الانتباه ليهم وبيحاول الجنود يقتلوهم، لكن سرعة جيد بتنقذهم، وبيشوف ارتورو والده وهو بينادي عليه، لكن الجنود بيمسكوه وبيقتلوه قدام عينه، وبينهار ارتورو وبيحاول صحابه يخففوا عنه، وبعدها بيروحوا لوالد روبرت اللي بيبقى عنده محل البيع الأسلحة والأدوات الرياضية على حدود المدينة، فبيخليهم روبرت ياخدوا أكل معلب وأسلحة كتير، وبيطلب منهم يهربوا للجبال قبل ما الجنود يوصلوا لهم، وبيقول لهم ما يرجعوش أبدا للمدينة وما يبصوش وراهم، وبيودع روبرت والده وبيمشي مع أصحابه، وبيوصلوا لمكان بعيد وسط الغابة، وبيتقسموا مجموعتين، مجموعة عايزة ترجع تاني المدينة عشان أهاليها، ومجموعة عايزة تفضل في مكانها لحد ما الأوضاع تهدى، لكن جيد بيقنعهم إن أهاليهم هتتمنى إنهم يفضلوا عايشين، وعشان كده لازم يحافظوا على حياتهم على قد ما يقدروا، وبتقتنع باقي المجموعة، وبتعدي الأيام وبتقدر المجموعة تفضل عايشة على صيد الأسماك والحيوانات من الغابة. في الوقت ده بيبقى الجيش عنده معلومة بهروب مجموعة من الشباب المسلحة للجبال، وده بعد ما بيطلب العقيد من جنوده يجيب قائمة بأسماء كل اللي اشتروا أسلحة من محل والد روبرت، وده عشان يجمعوا كل الأسلحة من المدنيين، لكن بيكتشفوا وجود أسلحة ناقصة، وبعد شهر بيقرر جيد وباقي المجموعة يبعتوا فرقة استطلاعية منهم عشان يشوفوا حال المدينة، وبيتطوع روبرت وجيد ومات، وبيوصلوا المدينة اللي بيبقى الجيش مسيطر عليها بالكامل، وبيلاقوا محل يعرفوا صاحبته فبيسألوه عن اللي حصل، فبتقول لهم انهم ما ينفعش يفضلوا في المدينه مده طويله، وده لان الجيش بيدور عليهم هم بالذات، وبتقول لجيدو مات ان والدهم في معسكر اعاده تاهيل، واللي بيبقى معسكر خاص بكل اللي بيعملوا اعمال شغب او بيعرضوا الجيش، فبيروح جيدو مات وروبرت لمعسكر التاهيل واللي بيبقى عباره عن مكان وسط الصحراء متحوط باسلاك شائكه من كل مكان، وبيشوف جيدو مات والدهم واللي بيظهر انه مضروب بعنف ومصاب اصابات كثيره، وبينهار جيدو مات اول ما بيشوفوه بيعيطوا، فبيقول لهم والدهم ان الوقت مش غلط وانهم لازم يبقوا قاسيين عشان يقدروا يصمدوا، وبيقول لهم ان والدتهم ماتت وبيطلب منهم ينتقموا له هو ووالدتهم، وبيمشي جيدو مات ومش بيلاقي روبرت والده، فبيقرروا انهم يروحوا لبيت جارهم مستر سيمون واللي بيرحب بيهم، وبيعترف لروبرت بموت والده بعد اكتشاف الجنود وجود اسلحه مش متسجله عنده، ولانه مش بيوافق يعترف بالحقيقه بيموت وبيبقى عبره للمدينه كلها، وبينهار روبرت والغضب بيملى قلبه وبيقرر هو كمان ينتقم، فبيطلب مستر سيمون منهم ياخدوا حاجه معاهم، وبيخرج احفاده من القبو واللي بيكونوا توني واريكا، وبيقول لهم مستر سيمون ان الجنود كانوا بيحاولوا يغتصبوهم، وبيطلب منهم ياخدوهم معاهم لاي مكان امن، وبتتحرك المجموعه باحصنه مستر سيمون وبيرجعوا لمكانهم وسط الغابه والجبال، وبيعم الحزن على المجموعه بعد ما بيعرف ان كل واحد فيهم فقد حد من اهله، وبتعدي الايام وبيجي مجموعه من الجنود السوفيتي يتصوروا جنب صخره اثريه وسط الجبال، لكن فجاه بيسمعوا صوت وبيكشفوا جيد ومجموعته اللي بتكون مستخبيه ورا الجبال، وقبل ما يقبضوا عليهم بتقدر باقي المجموعه تهجم عليهم باسلحتها وبيقتلوا الثلاث جنود من غير تردد، وبيعرف العقيد اللي حصل لجنوده وبيحذر الجيش انهم يروحوا الجبال في عدد اقل من كتيبه كامله، وبيبقوا خايفين من قوة الشباب المستخبين وسط الجبال والغابات، وبيتكلم العقيد مع عمدة المدينة اللي بيكون نفس والد ادريال، لكن العمدة بيحاول يقول لهم ان ابنه شخص مسالم جدا ومستحيل يقتل حد، وبيبقى بيحاول انه يرضيهم على قد ما يقدر عشان ما يقتلوش اي حد من المدنيين، لكن محاولات ارضائه ليهم مش بتيجي بفايدة، وفي تاني يوم بيتنكر مات وبيشوف الجيش وهم بياخدوا جثث الجنود وبيدفنوها، وبعدها بيوقفوا عدد كبير من الجنود ومن ضمنهم والد مات وبيضربوهم بالرصاص وبيسيبوا جثثهم وبيمشوا، وبينهار مات بعد ما بيشوف والده وهو بيموت قدام عينيه وبيلوم نفسه على اللي حصل، لكن جيد اخوه بيهديه وبيقول ان مفيش وقت للدموع وان كل حاجه بتحصل بتزيدهم قوه مش ضعف، وبيخططوا انهم يحاربوا الجيش من خلال حرب العصابات، وفي تاني يوم بيشوفوا دبابه واقفه عند محطه البنزين، فبيبعتوا توني كطعم ليها وبيبقى معاها شنطه مليانه متفجرات، واول ما الجنود بيشوفوها بيبقوا عايزين يتحرشوا بيها، لكنها بتهرب منهم وبتسيب شنطتها وبيفتحها الجنود، وفجاه القنابل بتنفجر فبيجري باقي الجنود ناحيه ماتي، لكن فجاه بيظهر جيد وباقي المجموعه واللي بيبقوا عاملين حفر مستخبين فيها تحت الارض وبيقتلوا كل الجنود
جنود، وبيبقى كل فتره جدوا المجموعه بيعملوا نفس الهجوم وبيقدروا يقتلوا عدد كبير من الجنود، وبيسموا نفسهم مجموعه وولفرينز، وبيكتبوا اساميهم على جدران المدينه وعلى الدبابات اللي بيقدروا يخلصوا على جنودها. وفي المدينه بيجي العقيد الروسي بنفسه وبيبقى عايز يخلص على مجموعه وولفرينز باي طريقه. وفي الجبال بتبقى توني بتتمشى حوالين المعسكر، وفجاه بتشوف جندي امريكي نايم على الارض، فبتصحيه وبتتاكد انه معاهم وبتاخده معاه للمعسكر، وبيبقى طيار امريكي وبيحكي لهم عن اللي بيحصل في باقي ولايات امريكا وعن حصار الاتحاد السوفيتي وخصوصا الروس للمدنيين وعن عمليات القتل الجماعيه اللي بتحصل للابرياء بدون سبب، وبيحكي عن اهله اللي بيبقى متاكد انهم ماتوا مع الابرياء اللي ماتوا، وبتتاثر المجموعه جدا، وبيتكلموا معاه عن حرب العصابات اللي بيعملوها وعن اسمهم. وفي تاني يوم بتاخد المجموعه الطيار الامريكي مع الحرب من حروب العصابات اللي بتعملها، وبيقدروا يفجروا ويقتلوا عدد كبير من الجنود باسلحتهم المتاحه. وبعدها بيخطط الطيار الامريكي لهجمه تانيه وبيستهدف فيها محطات الذخيره والسلاح الخاصه بالجيش، وبتبقى خطتهم هي سرقه عربيه المساجين ومليها بالاسلحه والذخيره وتوزيعها على المساجين عشان يساعدوهم في تدمير القواعد العسكريه. وبتوافق المجموعه، في تاني يوم بينفذوا خطتهم وبيهجموا على معسكرات الجيش وبيقتلوا عدد كبير منهم وبيفجروا الطيارات والدبابات وبيحرروا المساجين وبيسلموهم اسلحه وذخيره. وبعدها بيرجع جد ومجموعته تاني للجبال. وبتعد الشهور وبيدخل فصل الشتاء، وبتستمر الحرب بين امريكا والاماكن المحتله من الاتحاد السوفيتي، وبيشوف جد ومجموعته الحرب الحقيقيه قدام عينيهم، وبتقرب المجموعه من بعض وبيبقوا كانهم عيله واحده، وبتقع اريكا في حب الطيار الامريكي وبتبقى بتديه كل يوم ورده، وبتستمتع المجموعه بوقتهم بيلعبوا وبيحاولوا يخففوا من على نفسهم ضغط الحرب. وبعد فتره بيروحوا لبيت مستر سيمون واللي بيقول لهم ان امريكا كلها سمعت عن حركتهم وانهم بيفكروا يمدوهم بقوات خاصه وبالاسلحه وانهم شايفينهم ابطال المعركه. وبعد فتره بيبقى جد والطيار الامريكي وباقي المجموعه بيراقبوا المنطقه، وفجاه بتظهر دبابات من وراهم بتضرب بالمدافع على المدينه، وبتخاف المجموعه جدا وبتستخبى تحت صخره قريبه جدا من الدبابه، فبيخافوا انهم يتكشفوا، فبيقرر الطيار الامريكي يضحي بحياته وبيهجم على الدبابه وبيطلب من جد ومجموعته انهم يهربوا، وبيقدر الطيار يفجر الدبابه وبيموت معاها، وبتنهار المجموعه على فراقه وخصوصا اريكا اللي بتبقى وقعت في حبه، وبتحس باقي المجموعه انهم فقدوا اخوهم الكبير وبيملاهم الاحباط وبيبقوا بيفكروا انهم يسلموا نفسهم. وبعد فتره بيبقى جد والمجموعه في نوبه المراقبه، وفجاه بيلاقوا مجموعه من الجنود السوفيت بيتحركوا ناحيتهم ببطء وكانهم عارفين مكانهم، وبيقدر جد ومجموعته يقتلوهم كلهم ما عدا شخص واحد، واللي بيلاقوا معاه جهاز غريب، وبيكتشفوا انه جهاز لتحديد المواقع، وبيشغل مات الجهاز وبيمشي ورا الاشاره، وبيكتشف انها ناحيه ادريال صديقهم، فبينهار ادريال وبيقول لهم انه راح المدينه واتقبض عليه وانهم خلوه يبلع جهاز يحدد مواقعهم، وبيحاول يبرر لهم اللي عمله وبيقول لهم انهم مش متخيلين هم عملوا فيه ايه، وبيتعصب جد وبيقرر انه يقتله بسبب خيانته ليهم، لكن مات بيمنعه وبيقول له انه لو قتله فمش هيكون في فرق بينه وبين السوفيت، فبتقرر اريكا انها تقتله بنفسها وبيقتله كمان الجندي السوفيتي. وبيدخل فصل الربيع وبيراقب جد ومجموعته الطرق ما بين الجبال، وفجاه بيشوفوا صندوق مليان اكل، فبيطلبوا من توني تجيبه، وده لان ما حدش من الجيش السوفيتي عارف انهم معاهم بنات ولو حد شافها مش هيقتلها، وبتشاور لهم توني بان الطريق فاضي، وبينزلوا ياكلوا مع بعض وبياخدوا باقي الاكل لوسط الجبال، لكن فجاه بيسمعوا صوت طيارات جايه من بعيد، وبيلاقوا ثلاث طيارات قريبه جدا منهم وبتكون قاصده تستهدفهم، وبتضرب عليهم نار وبتصاب توني وبياخدها جد على حصانه، وبتتفرق المجموعه عشان تهرب من الطيارات، وبيقدروا يستخبوا في مكان امن، وبتنزل الطيارات في اماكن مختلفه بين الجبال، وبيكون العقيد الروسي في واحده من الطيارات، وبيأمر جنوده يدوروا على جثث المجموعه. في الوقت ده بيبقى توني اتصابت اصابه خطيره وبتطلب من جد انه يقتلها، وده لانها بتكون خايفه انهم يمسكوها وهي حيه ويحاولوا ياخدوا منها اي معلومه، لكن جد ما بيقدرش يعمل كده، فبتطلب منه يديها قنبله يدويه، وفجاه بيسمعوا صوت الجنود الروس، فبتطلب توني منه يهرب وبتودعه، وبتجهز توني القنبله عشان تنفجر اول ما حد يلمسها، وفعلا بيجوا الجنود يتاكدوا من موت توني، لكن القنبله بتنفجر وبيموتوا، وبكده ما بيفضلش غير جد ومات واريكا وارتورو. فبيقرر جد ومات انهم يهجموا على مساكن قيادات الجيش وان دي هتكون الضربه الاخيره ليهم، وبيطلب جد من اريكا وارتورو انهم يهربوا ناحيه السهول ويعدوا الحدود لمدينه امنه، وبيودعوا بعض، وبيجهز جد ومات نفسهم للهجوم، وبيهرب اريكا وارتورو. وفي الليل بيبدا جد ومات هجومهم على محطات نقل الجيش ومساكنهم، وبيقدروا يقتلوا العقيد الروسي والكوبي، لكن مات بيتصاب برصاصه وبيموت، وما بيقدرش جد يعترف بموت اخوه، وبيفضل شايله طول الطريق وهو بيقول له انهم قريب هيقابلوا والدهم، وبيتصاب جد بطلقه في كتفه، وبيقف قدام العقيد الكوبي اللي بيشوفه وهو شايل اخوه على كتفه، فبيقرر انه يسيبه يعدي بعد ما بيشوف نظره الشجاعه والتحدي مالي عينيه، وبيقعد جد جنب مات في الحديقه اللي كانوا بيقعدوا فيها مع والدهم، وبيموتوا هما الاثنين جنب بعض. وبتعدي السنين وبتخلص الحرب اللي قدر ينتصر فيها اطفال بقوه الرجال.